هل أنتم مستعدون؟ هيا يا دورا فلنذهب. حسناً. نحن في مدينة الأقزام لحضور حفل مميز. أتحبون الحفلات؟ نحن نحب الحفلات، وهذا حفل مميز جداً لصديقنا القزم العجوز. هل ترون القزم؟ Where is he؟ نعم، هي هو. وانظروا، إنه يرقص رقصة السعادة. إنها رقصة السعادة. يا سيد قزم، أنت ترقص رقصة السعادة. أنت تبدو سعيداً جداً. هذا صحيح. صحيح، لأنني سأتزوج صديقتي العزيزة باتونيا. باتونيا تركب الحصان الطائر مثلي تماماً. إنها الوحيدة التي تضحكني دائماً، وأنا أحب نظاراتها جداً. لا أستطيع الانتظار حتى يبدأ الحفل، وعلى الجميع أن يفعلوا شيئاً مميزاً في حفلي. نعم، عندما يتزوج القزمان أنا سأقدم الكعكة. وأنتم تطلقون الألعاب النارية. بالكلمة السحرية. ودورا لديها عمل مميز أيضاً، ستحمل خاتمي زواج القزمين. خاتمان. لابد أنهما هنا معي. لا، دورا، الخاتمان ليس معي. حسناً، أين هما يا سيد قزم؟ كان علي الذهاب لجدتي كي أحضرهما، لكنني نسيت. لن يبدأ الحفل بدون الخاتمين. لا تقلق، سنساعدك في إحضارهما. حقاً؟ Yes, for sure. كلنا سنساعد. علينا إيجاد أسرع طريق إلى بيت جدته، ممن نطلب المساعدة حين نريد معرفة الطريق. الخريطة. الخريطة، صحيح، يجب أن تقول خريطة. خريطة. أنا خريطة، أنا خريطة. هو خريطة، هو خريطة. أنا خريطة. دورا وموزو يريدان إحضار خاتمي القزم من بيت جدته بسرعة. أنا أعرف أين الطريق السريع. أولاً عليكم عبور حديقة الأزهار، ثم مروا من أجراس الزواج، وهكذا تصلون إلى بيت الجدة. إذاً تذكروا، حديقة، أجراس، بيت الجدة. قولوا معي، حديقة، أجراس، بيت الجدة. حديقة، أجراس، بيت الجدة. حديقة، أجراس، بيت الجدة. إذن أخبروا دورا، أولاً سنذهب إلى الحديقة. أين نذهب أولاً؟ الحديقة. Correct. حديقة الأزهار. هل الحديقة في الطريق الأيسر أم الطريق الأيمن؟ نعم، الطريق الأيمن. هيا بنا يا قرد، أريد إحضار الخاتمين. Let's go. فلنساعد القزم لإحضار الخاتمين ليتزوج. ويبدأ حفل الزفاف. صديقي القزم سيتزوج في حفل جميل ومميز. دورا، ماذا سوف يجدان الآن في الطريق للختمين؟ انظر.
صديقي القزم سيتزوج في حفل جميل ومميز. يتبقى لنا شيئان في الطريق للختمين. هنا أرنبان يقافزان، ماذا يمسكان؟ ربطة عنق. نعم، نلفها ونربطها حول العنق، لهذا نسميها ربطة عنق. صديقي القزم سيتزوج في حفل جميل ومميز. نجد شيئا لكن أين؟ في الطريق للختمين. هذان الطائران يحدثان ضجة، ماذا يمسكان؟ سترة. تحمينا من البرد في الشتاء، وجميلة جدا في المساء. صديقي القزم سيتزوج في حفل جميل ومميز. معنا هدايا من الطريق، نحب مساعدة الصديق. انظرا، إنها حديقة الأزهار. هيا هيا، أريد إحضار الخاتمين. Let's go. وصلنا لحديقة الأزهار. ياه، الطريق مليء بالماء. لا أريد أن أبلل ملابس الحفل. الماء يأتي من هذه النافورة. ياه، النافورة تبكي. كيف سنمر من الحديقة والنافورة تغرق الطريق بالماء؟ علينا أن نساعد النافورة يا سيد قزم. ياه، عندي فكرة، عندي فكرة، سأرقص لها رقصة السعادة. فكرة رائعة يا سيد قزم. نعم، أحب رقصة السعادة، إنها تسعدني دائماً. حسناً، لنقم بها، لنرقص رقصة السعادة. أولاً حركوا أيديكم، ثم عليكم هز أنفسكم، وبعدها اقفزوا وأنتم في مكانكم. رائع! هل ترقصون رقصة السعادة لتتوقف النافورة عن البكاء؟ رائع! حركوا، حركوا أيديكم، هزوا، هزوا أنفسكم، اقفزوا أعلى وأسفل. والآن نرقص، الآن نرقص رقصة السعادة. حركوا، 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 حركوا أيديكم، هزوا، 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 هزوا أنفسكم، اقفزوا أعلى وأسفل. والآن نرقص، الآن نرقص رقصة السعادة. والآن نرقص، الآن نرقص رقصة السعادة. ماجنيفيسنت. ياه، أنا أشعر بتحسن الآن. هذه الرقصة جعلتني سعيدة، وهي تمرين رائع أيضا. إنها رقصة السعادة. ياس. انظروا، رقصكم جعل النافورة سعيدة جدا. Thank you for your help. أنا سعيدة أنكم هنا، كنت أنتظر من يأخذ الزهور من أجل الحفل. أوه، هل لديك أزهار البنفسجية الخاصة؟ يس. أين؟ أين؟ أنا لا أراها. هل ساعدتموني لكي أجد أزهاري؟ رائع، هذه بنفسجية، هل هي أزهاري؟ لا، إنها فراشات. هذه بنفسجية، هل هي زهرة؟ لا، إنها يرقة. لنستمر في البحث. هل هي أزهار البنفسجية؟ نعم، وجدتموها. شكراً لإيجادكم الأزهار. يا نافورة، عليك أن تأتي إلى الحفل أيضاً. Really? I love it. أراكم في الحفل. Yeah!
لقد عبرنا من حديقة الأزهار. أين نذهب الآن يا دورا؟ علي إحضار الخاتمين. حديقة؟ أجرس؟ بيت الجدة. عبرنا من حديقة الأزهار، صح. إذن التالي هو الأجراس. يس، أجراس الزواج. هل أجراس الزواج موجودة on the left or on the right؟ Yes, on the right. Let's go. هيا نساعد القزم في إحضار خاتمين يمكنه الزواج. ويبدأ حفل الزفاف. هدية تتبعنا. ربما تكون هدية لي. لا أعتقد أنها هدية عادية. ماذا تكون؟ سنقر. أوه لا، لن تفعل هذا. سيحاول سرقة أزهار باتونيا البنفسجية. نحتاج مساعدتكم لنوقف سنقر. عليكم قول سنقر لا تسرق. قولوا معنا سنقر لا تسرق. سنقر لا تسرق. سنقر لا تسرق. زوغان. لقد أوقفنا سنقر. يا سنقر، أراك في حفل زفافي. حسناً، أراك لاحقاً. انظروا، إنها أجراس الزفاف. دين 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 دين. وصلنا لأجراس الزفاف. المعذرة، أريد العبور. إنها كبيرة. دورا، كيف سنعبر من الأجراس؟ الطريقة الوحيدة للعبور من هنا هي أن تعد كم مرة نعزف لحنها. دين 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 دين. علينا عد كم مرة عزفت الأجراس اللحن. كل مرة تقول دينغ عدوها على أصابعكم. مدوا أيديكم هكذا لتعدوا على أصابعكم و دينغ 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 دينغ. والآن علينا أن نعد الأصابع المرفوعة. هيا بنا نعد معا. 1 2 3 4 5 6 7 8. ثمانية، صحيح. الأجراس عزفت 8 مرات. هذا صحيح، هذا صحيح. دين 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 دين. تهانينا. هي عد رائع. الآن يمكننا العبور. شكرا لمساعدتنا على العبور. نذهب الآن يا دورا؟ حديقة، أجراس، بيت الجدة. قمنا بالعبور من حديقة الأزهار، صح. ومررنا من أجراس الزواج، صح. إذن التالي هو بيت الجدة. Correct. Grandma's house. And where is Grandma's house? To the left or to the right? Yes, to the right. Let's go. لنساعد القزم ليحضر الخاتمين ليتمكن من الزواج. ويبدأ حفل الزفاف. نعم نعم، هيا بنا، اقتربنا من الخاتمين. من الطارق؟ إنه أنا يا جدة، حفيدك القزم. من؟
الجدة القزمة تريد أن تعرف من الطارق. لا يمكنها أن تسمعه من هذا الارتفاع. دعونا جميعا نقول من هو. قولوا إنه حفيدك القزم. يا حفيدي القزم، إنك تبدو وسيما جدا. جدتي، أحتاج الخاتمين. الخاتمين؟ الخاتمين، لقد وضعتهما في الداخل، في مكان مميز جدا. سأعود إليكم حالا. علي فقط فتح هذا. علي فقط فتح هذا. هل هي بخير يا سيد قزم؟ نعم، الجدة تحب وضع الأشياء في أماكن سرية. أنا آتية، سأتي إليكم حالاً. لحظة واحدة صغيرة. ها هي. أحضرتهما. الخاتمان. They're nice. يا سيد قزم. نعم، إنهما رائعان فعلاً. شكراً على الخاتمين يا جدة. أعتني بهما جيداً يا قزمي. سأفعل. أنا فخورة بك جداً. عليك أن تسرع، لا تدع بتونيا تنتظر. أراك في الحفل يا جدة. معي الخاتمان، يمكنني الزواج الآن. بتونيا. لا، يا بتونيا. أين نظاراتي الجديدة؟ لا، بتونيا لا ترى بدون النظارات. والعربة تتجه إلى الأشجار. علينا مساعدتها. احترسي من الأشجار يا دورا. حسناً، علينا إيقاف الأحصنة. قولوا Stop horses. أحسنت يا دورا. نعم، شكرا على مساعدة باتونيا. هل أنت بخير يا باتونيا؟ نعم يا قزمي. Thank you so much دورا، وشكرا لكم أيضا على مساعدتي. انظري يا باتونيا، إنها أزهرك البنفسجية لحفل الزفاف. How nice. Thank you. باتونيا، معي الخاتمان. الآن يمكننا الزواج. علينا ركوب العربة لنصل إلى الحفل. نعم يا موزو، هيا انطلقي. أماكنكم يا جماعة، بما أن القزم وصل ليبدأ حفل الزفاف الآن. بما أن باتونيا والقزم بالفعل متحبان، فليبدأ الحفل ويرتدي الخاتمين ليكون في الإصبعين رمزا للامتنان، ويظل دوما وللأبد يلمعان. دورة الخاتمان. تزوج القزمان. وقت إحضار الكعكة.
فقد حان دوركم لإطلاق الألعاب النارية بالكلمة السحرية. بالعربية نقول تهانينا، وبالإنجليزية نقول congratulations. أي يمكنكم قوله congratulations؟ congratulations. Very good. قولوا معي congratulations. Congratulations! Hey! ساعدنا القزم ليحضر الخاتمين ويمكنه الزواج، ويبدأ حفل الزفاف. نجحنا! 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 يا يا ودي نجحنا! أحضرنا الأزهار وأسعدنا النافورة. نجحنا! 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 مررنا من الأجراس وعددنا الأحلام كل مرة. نجحنا! نجحنا! اليوم حفيد القزم سعيد جدا لأني سأتزوج من باتونيا. نجحنا! 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 يا يا ويديرت! نجحنا! نجحنا! لقد كانت رحلة ممتعة اليوم. ما هو جزءكم المفضل من الرحلة؟ أعجبني ذلك أيضاً. جزئي المفضل عندما رقص القزم رقصة السعادة. جزئي المفضل كان مقابلة الجدة القزمة وإحضار الخاتمين من أجل الحفل. لم نكن لننجح بدونكم. شكراً للمساعدة. Thank you. تسمعين هذا؟ نعم يا موزو، شخص ما نائم. أنا لا أرى أحداً. وأنا أيضاً. هل ترون أحداً نائماً؟ نعم، إنها دبة. إنها دبة صغيرة في قيلولة. دورا دورا، الدبة الصغيرة تهبط أسفل التل. واو واو واو، سوف تصطدم بالشجيرات الشائكة. ساعداني ساعداني الآن. هاري، علينا أن نساعد الدبة الصغيرة قبل أن تهبط على الشجيرات الشائكة. ساعداني. أمسكتك. أحتاج لمساعدتكم لنسحب الدبة الصغيرة. هل أنتم أقوياء؟ هل أنتم حقا أقوياء؟ رائع، ساعدوني لأسحب الدبة الصغيرة. ضعوا أيديكم أمامكم ثم اسحبوا معنا. هيا هيا أرجوكم. اسحبوا 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 اسحبوا. واه، أنت في أمان الآن يا صغيرة. شكرا لمساعدتي. أهلا، أنا الدبة الصغيرة. أهلا دبة، أنا دورا. وأنا موزو. هل أنت بخير يا دبة؟ أنا بخير، لكن ما زلت أشعر بالنعاس، لذلك لا أستطيع العودة للمنزل. عائلتي تنتظرني لأنه وقف البيات الشتوي. البيات الشتوي؟ ما هذا يا دورا؟ إن بعض الدببة تنام فترة طويلة بالشتاء.
صحيح، سمعت عن البيت الشتوي في المدرسة، لهذا السبب يجب أن تكون نائمة جداً. سنعيدك إلى البيت يا صغيرة. بالتأكيد. شكراً شكراً. سأذهب لبيتي. سأذهب أنا نائمة جداً. أيتها الدبة الصغيرة؟ دورة، الدبة الصغيرة نائمة على قدمي. إنها حقا دبة نائمة. Let's go. علينا أن ننقذها. قولوا استيقظي يا دبة. أعلى، استيقظي يا دبة. ياه، لقد نمتم مجددا. حسنا أيتها الصغيرة، سوف نعيدك إلى البيت. علينا أن نسرع الآن لأنها أسرع دبة رأيتها تنام. علينا أن نجد الطريق إلى بيت الدببة لكي تصبح مع عائلتها وتقضي البيات الشتوية الآن. ممن نطلب المساعدة حين نريد معرفة الطريق؟ الخريطة. صحيح، عليكم أن تقولوا خريطة. قولوا خريطة. قولوا خريطة. للذهاب لأي مكان سأوصلك بأمان. أنا خريطة. خريطة. أنا خريطة. خريطة. لو أردت أي طريق سأرشدك يا صديق. أنا خريطة. خريطة. أنا خريطة. خريطة. أنا خريطة. أنا خريطة. هو خريطة. هو خريطة. أنا خريطة. أوه، دورا تريد توصيل الدبة الصغيرة إلى بيت الدببة. أنا أعرف كيف نصل إلى بيتها بسرعة. أولاً يجب أن تذهبوا لمزرعة الخراف، ثم تعبروا فوق الوسائد، وهكذا سوف تصلون إلى بيت الدببة. تذكروا، خراف، وسائد، بيت الدببة. قولوا معي، خراف، وسائد، بيت الدببة. خراف، وسائد، بيت الدببة. خراف، وسائد، بيت الدببة. إذن أخبر دورا أولاً أن تذهب إلى الخراف. إلى أين سنذهب أولاً؟ الخراف. صحيح، مزرعة الخراف. هل الطريق إليها ذو اللون الأصفر أم البنفسجي؟ Correct. البنفسجي. هيا، علينا أن نوصل الدبة إلى بيتها لتستطيع هي وعائلتها قضاء البيت الشتوي. نعم نعم. سنذهب إلى بيت الدببة قبل أن تنام. علينا أن نجعلها مستيقظة. أريد رؤية أمي قبل البيت الشتوي. علينا أن نسرع. انظروا للامة الصغيرة وأمها. ياه، انظروا إليها، إنها نائمة. Wake up my baby. إن اللامة الأم تحاول إيقاظ الصغير لنساعدها لكي تنقذه. بالعربية نقول استيقظ يا صغير، وبالإنجليزية نقول Wake up baby. قولوا Wake up baby. Baby. Very good. أنتم بارعون في الإنجليزية. سنقول wake up baby. سنذهب إلى بيت الدببة قبل أن تنام. علينا أن نسرع. هيا بنا. انظرا إلى هذه الخراف. مرحباً. إنه بني. أنا الآن أجهز مكاناً للخراف لأجل النوم. ياه، علي أن أعود لبيتي لأنام أيضاً. يا بني، نريد عبور مزرعتك لنعيد الدبة إلى بيتها، ولكن خرافك تغلق الطريق. يجب علي أن أدخل الخراف إلى الأسرة لتنم، وأريد بعض المساعدة. سنساعدك يا بني. نعم، سنساعدك. شكراً لكم. خرافي ستنام هنا. انظروا، هذه هي أسرة الخراف.
ساعدونا لنضعها في أسراتها. علينا أن نضع الخرافة في الحظيرة المخصصة لها. لوك، إنها أول حظيرة. كل حظيرة تكفي 4 خراف. هيا نرى عدد الخراف في هذه الحظيرة. 1، 2. ما العدد الذي يمكننا إضافته إلى الحظيرة؟ كوركت. 2. تذكروا، نحن نضع 4 خراف في كل حظيرة. لدينا خروف واحد هنا. كم عدد الخراف التي يمكن وضعها؟ 3. صحيح. هذه آخر حظيرة. لدينا 1، 2، 3 خراف هنا. كم عدد الخراف التي يمكن وضعها؟ 1. صحيح. Very good. كل الخراف في حظائرها. الطريق فارغ الآن. براءة بالرياضيات. وهذه الدمى من أجلكم يا صغار. أستطيع الآن النوم أيضاً. مهلاً، شخص ما نائم في أرجحتي. أحد الخراف صوته عالٍ. لا أعتقد أنه أحد صغارك يا بني. من هي؟ نعم، إنها الدبة الصغيرة. إنها أكثر دبة كسولة قابلتها بحياتي. علينا إيقاظها الآن. قولوا استيقظي يا صغيرة. مجدداً، استيقظي يا صغيرة. عذراً، شعرت بالنعاس مجدداً. أشكركم على إيقاظي. استمتع بالنوم يا بني. أرجوحتك مريحة حقاً. شكراً أيتها الصغيرة. أتمنى أن تعودي إلى بيتك. هيا يا دورا، هيا يا موزو، هيا هيا هيا. لقد عبرنا طريق مزرعة الخراف. Thank you for helping. إلى أين سنذهب يا دورا؟ أين يا دورا؟ أين؟ خراف، الوسائد، بيت الدببة. عبرنا طريق مزرعة الخراف، صح. إذن التالي هو الوسائد، صحيح. هل الوسائد من الطريق؟ Red or blue؟ Red، correct. هيا، علينا أن نوصل الدبة إلى بيتها لتستطيع هي وعائلتها قضاء البيت الشتوي. نعم، نعم. سنذهب إلى بيت الدببة قبل أن تنام. علينا أن نجعلها مستيقظة. أريد رؤية أمي قبل البيت الشتوي. علينا أن نسرع. هيا بنا. سلحفاة صغيرة ومعها أمها. إنها نائمة. هيا نساعدها لتوقظ الصغيرة. قولوا Wake up baby. مجددا Wake up baby. استيقظت الصغيرة. أنتم بارعون بالإنجليزية. سنقول Wake up baby. سنذهب إلى بيت الدببة قبل أن تنام. علينا أن نسرع. هيا بنا. أوليه، أوليه. أوليه؟ What's up يا صغيرة؟ أنا جائعة، حقاً حقاً جائعة. يا دورا، هل يمكنك تحضير وجبة لها؟ أكيد، لدي بعض طعام دببة في حقيبة الظهر. هل بحثتم في حقيبة الظهر؟ عليكم أن تقولوا حقيبة الظهر. حقيبة الظهر، حقيبة الظهر. أنا حقيبة ممتلئة بما تريدون. كل شيء تحتاجون عندي تجدون. حقيبة
ظهري. هلو، أم باك باك. دورا تريد طعاما للدبة. هل لوح التزلج طعام جيد للدبة؟ لا. هل الجورب طعام جيد للدبة؟ لا. هل التوت طعام جيد للدبة؟ نعم، إنه هو. بحث جيد. يم 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 يم. ديليشيس. طعام، إنه لذيذ. ها؟ أوليه، هذا الصوت يشبه صوت صنقر. هذا الثعلب يحاول دائماً سرقة أشيائنا. أنا لا أرى صنقر. وأنا أيضاً، أنا لا أرى سوى هذا السرير. انتظروا، إن السرير يتحرك يا دورا. أوه، سرير، أنا أحب السرير جداً. أنا دبة تحب النوم. انتظري أيتها الدبة. ماذا يحدث دورا؟ أنا لا أعتقد أن هذا مجرد سرير يا صغيرة، لكنه يبدو لي مجرد سرير صغير. لا أيتها الصغيرة، ليس مجرد سرير. من بالسرير؟ نعم، إنه صنقر. إنه يحاول سرقة التوت الذي سأكله. نحتاج لمساعدتكم لنوقف صنقر. علينا أن نقول صنقر لا تسرق. قولوا معنا: صنقر لا تسرق، صنقر لا تسرق، صنقر لا تسرق. زوغن. ياه، لقد أوقفنا صنقر. شكراً للمساعدة، يمكنني أن أكل طعامي الآن. نم 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 نم. لذيذ. أتريدان؟ No, thank you. لا شكراً. نم 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 نم. أوه، أنا أشعر بالتحسن جداً. شكراً. انظروا، الوسائد. هيا أيتها الصغيرة. نعم نعم، هيا بنا. ياه، هناك الكثير من الوسائد. ياه، هذه الوسائد دافئة جدا. انتظري أيتها الصغيرة. دورا، أين ذهبت؟ هذا هو صوتها؟ لا، إنها تشعر بالنعاس بين الوسائد. لنبحث عنها. Where are you, baby bear? أين أنت يا صغيرة؟ ياه، شكراً لإيقاظي، أنا متأخر. موزو، فكر جيداً كيف نجد الدبة الصغيرة. ستنجح. حقاً؟ كلير. عندما ضغطت على الوسادة قفز منها الأرنب. ياه، فعلتها، فعلتها. إذا ضغطنا على جميع الوسائد الآن فسوف تخرج الدبة وتقفز وسنجدها. نعم نعم، هيا، علينا أن نضغط على الوسائد. ساعدونا بالضغط على الوسائد لكي نستطيع أن نجد الدبة. ضعوا أيديكم أمامكم هكذا واضغطوا على الوسائد لنحركها. واضغطوا على الوسائد الآن. ضعوا أيديكم واضغطوا اضغطوا 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 اضغطوا. هل هذه الدبة الصغيرة؟ لا، ما هذا؟ نعم، إنها سلحفاة. وصلوا الضغط على الوسائد. ضعوا أيديكم واضغطوا اضغطوا 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 اضغطوا. هل هذه الدبة الصغيرة؟ لا، ما هذا؟ نعم، إنه خنزير. أينك أينك؟ مجدداً، ضعوا أيديكم واضغطوا اضغطوا 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 اضغطوا. هل هذه الدبة الصغيرة؟ نعم. ياه، شعرت بالنعاس مجدداً. ياه، وجدنا الدبة الصغيرة. لقد نجحتم في مساعدتنا. شكراً على مساعدتي. هيا أيتها الصغيرة، هيا يا موزو. موزو؟ موزو؟ أين موزو؟ There he is. موزو يشعر بالنعاس أيضاً. هو قرد يحب النوم. علينا أن نوقظه الآن. قولوا: استيقظ يا موزو. أنا أشعر بالنعاس.
هذه الوسائد دافئة جداً. تعال يا موزو، هيا بنا. لقد عبرنا الوسائد الآن. يا صغيرة. لا، أريد النوم مجدداً. علي أن أذهب إلى منزلي. وبأقصى سرعة أيضاً. إلى أين سنذهب يا دورا؟ نعم، أين يا دورا؟ الخراف، الوسائد، بيت الدببة. عبرنا طريق مزرعة الخراف، صح. عبرنا من فوق الوسائد، صح. إذن التالي هو بيت الدببة، صح. The Bear's House. Which path leads to the baby bear's house? The red path or blue? Red or blue? Blue. صح. هيا، علينا أن نوصل الدبة إلى بيتها لتستطيع هي وعائلتها قضاء البيات الشتوي. نعم نعم. أمي أمي. أوه دبتي الصغيرة، أنا سعيدة بعودتك، لقد كنا ننتظرك. أمي، إنهما دورا وموزو، ساعداني لكي أعود لأقضي معكما البيات الشتوي. Yeah, thank you دورا and موزو، وشكرا لكم أيضا. You're welcome. لا علي، هذا رائع. Wonderful، والآن حان وقت البيات الشتوي. إنه وقت البيات الشتوي. Go to sleep. جاهزة للبيات الشتوي، لكن لكن أريد أن تغني لي دورا قبل النوم. أيمكنك ذلك؟ افعلي هذا. Of course. يا صغيرة، علمتني أمي أغنية هادئة. بالعربية اسمها أحلام سعيدة، بالإنجليزية اسمها Sweet Dreams. I wish you sweet dreams. Wish you sweet dreams. I wish you sweet dreams. Wish you sweet dreams. I wish you sweet dreams. Wish you sweet dreams. I wish you sweet dreams. Wish you sweet dreams. هيا إلى النوم يا صغار. أتى وقت النوم، هيا بنا نقول. I wish you sweet dreams. نجحنا، لقد أعدنا الدبة لبيتها. نجحنا 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 نجحنا. يا يا ودري نجحنا. لقد ساعدنا بيني لتنام الخراف. نجحنا نجحنا نجحنا. كنا استيقظي يا صغيرة عندما شعرت بالنعاس. نجحنا نجحنا نجحنا. نامت أيضا على الوسائد، ونمت أنا أيضا، وعادت إلى البيت بمساعدتكم. نجحنا نجحنا نجحنا. يا يا ودريد نجحنا نجحنا. يا واو. مستعد للنوم يا موزو؟ نعم يا دورا. لقد استمتعنا جدا بمغامرة اليوم. ما هو الجزء المفضل لديكم؟ أعجبني هذا أيضا. جزئي المفضل كان الضغط على الوسائد. جزئي المفضل هو الغناء للدبة الصغيرة. ما كنا لننجح لولاكم موزو. ياه، لقد نام موزو الآن. يمكننا أيضاً الذهاب للنوم. شكراً للمساعدة. Thank you. I wish you sweet dreams. Oh, oh, oh.
معكم أدورة. ساعدونا. أحضري الحقيبة. هل تحبون التنزه؟ نحب التنزه، نعم. اليوم سنقضي نزهة شاطئية جميلة جدا، ودعونا كل أصدقائنا وأحضرنا الكثير من الطعام. لدينا الشطائر والحلويات وقطع من الفاكهة. For all our friends. وأنا أحضرت معي مفاجأة، هل تتوقعون ما هي؟ صحيح، موز. لا يمكنكم التنزه بدون الموز. انظر يا موزو، زجاجة وبداخلها رسالة. آه، ترى ماذا بها يا دورا؟ إنها لا تخرج. أنا أحتاج مساعدتكم لإخراج الرسالة. ضعوا أيديكم أمامكم ثم هزوا الزجاجة. هزوا 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 هزوا. ياه، أخرجنا الرسالة. هز جيد. ماذا بها يا دورا؟ ماذا بها؟ إنها صورة لأحد أصدقائنا. من هو؟ من هو؟ يس، إنه بيني. يبدو أن منطاده أصبح مثقوباً، وأنا أعتقد أنه يحتاج إلينا. آه لا، علينا البحث عنه. إذا رأيتم بيني، قولوا بيني. Yes, there is Benny. بيني عالق في جزيرة جوز الهند. The Coconut Island. أتساءل لماذا يسمونها جزيرة جوز الهند؟ نحن جوز الهند. نحن جوز الهند. آه، الآن فهمت. أشجارها تسقط جوز الهند على الأرض. ساعدوني أرجوكم. علينا أن نساعد بيني وننقذه من أشجار جوز الهند. ولكن كيف سنصل للجزيرة الآن يا دورا؟ ممن نطلب المساعدة عندما نريد معرفة الطريق. صحيح، الخريطة. أحتاج مساعدتكم. هل اطلعتم على الخريطة لإيجاد الطريق الأسرع إلى الجزيرة؟ عليكم أن تقولوا خريطة. أعلى، قولوا خريطة، قولوا خريطة. للذهاب لأي مكان سأوصلك بأمان. أنا خريطة. خريطة. أنا خريطة. خريطة. لو أردت أي طريق سأرشدك يا صديق. أنا خريطة. خريطة. أنا خريطة. خريطة. أنا خريطة. أنا خريطة. هو خريطة. هو خريطة. أنا خريطة. أوه، دورا تحتاج إلى الوصول لجزيرة جوز الهند بسرعة حتى تساعد بيني. حسناً، أنا أعرف الطريق الأسرع للوصول للجزيرة. أولاً، عليكم العبور إلى صخور المحيط، ثم عبور أعشاب البحر. ولكن عليكم أن تحذروا من أشواك سمك الشوك. سمك الشوك. وبهذه الطريقة تصلون بسرعة للجزيرة. نحن جوز الهند. بسرعة، أرجوكم بسرعة. إذن تذكروا، صخور، أعشاب، جوز الهند. قولوا معي، صخور، أعشاب، جوز الهند. صخور، أعشاب، جوز الهند. صخور، أعشاب، جوز الهند. والآن أخبروا دورا. أولاً، تذهب إلى الصخور. إلى أين سنذهب الآن؟
الصخور. كوركت. صخور المحيط. للذهاب إلى الصخور علينا أن نعبر على أحصنة البحر أم نجوم البحر. يس، نجوم البحر. دورا، كيف سنستطيع الآن عبور المحيط إلى بني؟ من يستطيع عبور المحيط بنا؟ صحيح، ها هي سفينة القراصنة. هيا ننادي عليهم. قولوا هلو أيها القراصنة. أعلى هلو أيها القراصنة. هلو فريندز. لقد رأنا زعيم القراصنة. يا زعيم، نحتاج الذهاب لجزيرة جوز الهند لننقذ صديقنا بيني. اصعدوا إلى فوق وسنأخذكم إلى هناك بكل سهولة. بكل سهولة Let's go. علينا الذهاب لجزيرة جوز الهند حتى نساعد بني. هيا قولوا معنا. صخور أعشاب جوز الهند. صخور أعشاب جوز الهند. صخور أعشاب جوز الهند. صخور أعشاب جوز الهند. هيا يا رفاق نذهب سويا. هيا نحن سننجح. بالطبع نعم يا موزو. إلى أين الآن؟ إلى الجزيرة. 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 إلى الجزيرة. اقتربنا من صخور المحيط. آه، لا أعرف أي طريق نسلك. دورا، نحتاج إلى عبور الصخور. أو 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 أو. انظروا، أعتقد أن الفقمة يعرف الطريق. هل يمكنك أن توصلنا إلى صخور المحيط؟ أو أو. هيا نتبع الفقمة يا أصدقاء. نعم، هيا بنا. لقد توقفنا. ما المشكلة يا فقمة؟ أوه، يبدو أنه جوعان. علينا أن نطعمه حتى يستمر في قيادتنا للصخور. أعطيه إحدى موزاتي. هل يحب الفقمة أكل الموز؟ لا، هو لا يحب الموز. يا لسوء الحظ يا أصدقائي، لا نمتلك أي شيء لنطعمه به. يا زعيم، ربما أملك شيئاً يصلح لإطعام الفقمة في حقيبة ظهري. أحتاج مساعدتكم. هل بحثتم في حقيبة الظهر عن شيء نطعمه به؟ يجب أن تقولوا حقيبة الظهر. حقيبة الظهر، حقيبة الظهر، أنا حقيبة ممتلئة بما تريدون، كل شيء تحتاجون عندي تجدون. حقيبة الظهر، حقيبة الظهر. هلو، أم حقيبة الظهر. دورا تحتاج لشيء لتطعم الفقمة، هل يمكنها إطعامه بطة مطاطية؟ لا، لا يمكن. هل يمكنها إطعامه بعض الجوارب؟ لا. هل يمكنها إطعامه مقرمشات سمك؟ نعم يمكنها. أحسنتم جداً. يم 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 يم، ديليشيس.
مقرمشات السمك لإطعام الفقمة. هل تحب مقرمشات السمك يا فقمة؟ يم يم. كم قطعة يمكنني إعطاؤها له يا دورا؟ أو أو أو، أعتقد أنه يخبرنا بعدد القطع الذي يريدها. أنت على صواب يا موزو، أحتاج مساعدتكم. علينا أن نعد كم صوتاً سيصدره الفقمة لنعرف عدد القطع التي يريدها. عدوا الأصوات معنا. واحد، اثنان، ثلاثة. إنه يحتاج ثلاث مقرمشات سمك. إذن تفضلها يا صديقي. أزيد من السرعة. حسناً، تحركنا مجدداً. وقفنا مجدداً. I can't believe it. إنه أكثر حيوان يجوع. لقد اقتربنا جداً يا زعيم القراصنة. هيا علينا عد كم قطعة مقرمشات سيطلبها. عدوا معنا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. إذن هو يحتاج لخمس قطع. فلتتفضل يا صديقي. شكراً لك. أصبحنا الآن نتحرك بدون توقف. نعم، لقد عبرنا صخور المحيط، والآن سنذهب لإنقاذ بيني. إلى أين سنذهب الآن يا دورا؟ ها؟ صخور، أعشاب، جوز الهند. نجحنا في عبور الصخر، صح. إذن التالي هو عشب البحر، صح. للوصول لعشب البحر علينا المرور على أصداف البحر أم قناديل البحر. صحيح، أصداف البحر. ساعدوني. نحن جوز الهند. بسرعة أرجوكم، بسرعة. بيني يحاول تجنب وقوع جوز الهند عليه. بسرعة أرجوكم، ساعدوني. Let's go. علينا الذهاب لجزيرة جوز الهند حتى ننقذ بيني. هيا قولوا معنا. صخور، أعشاب، جوز الهند. صخور، أعشاب، جوز الهند. صخور، أعشاب، جوز الهند. صخور، أعشاب، جوز الهند. هيا يا رفاق نذهب سويا. هيا نحن سننجح. بالطبع نعم يا موزو. إلى أين الآن؟ إلى الجزيرة. 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 إلى الجزيرة. هاي، لا توجد رياح. No more wind. لا. عذراً أصدقائي، ولكن الرياح توقفت والسفينة لن تبحر بدون رياح. ولكن علينا أن ننقذ بني. أنا عندي فكرة، يمكنكم أخذ قاربي الصغير. أين هو؟ أين هو؟ هل ترون القارب؟ ها، لقد وجدتم الآن قاربي.
شكراً. هاي، هذا الصوت يشبه صوت سنقر. هذا الثعلب المكر يحاول دائماً سرقة أشيائنا. سنقر؟ أو لا. أو لا، سنقر. هل ترون سنقر؟ أين؟ نعم، إنه هناك. ربما سيحاول سرقة القارب. نحتاج مساعدتكم لإيقاف سنقر. علينا أن نقول سنقر لا تسرق. قولوا معنا: سنقر لا تسرق، سنقر لا تسرق، سنقر لا تسرق. زواغان. نعم، أوقفنا سنقر ونحن جاهزون للذهاب. هيا يا موزو. سترات النجاة حتى نكون بأمان. وداعا يا أصدقائي. وصلنا إلى أعشاب البحر. آه، ما أصعب التجديف في أعشاب البحر يا دورا. هذا صحيح يا موزو. سمك 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 الشوك. سمك 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 الشوك. هذا الصوت كصوت سمك الشوك. مؤكد أنهم قريبون منا. أين سمك الشوك؟ سمك 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 الشوك. سمك 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 الشوك. نعم، إنهم هناك. إنهم آتون من هنا. إنهم سوف يثقبون قاربنا بشوكهم هذا. علينا الإسراع. نحتاج مساعدتكم للعبور بسرعة من أعشاب البحر والإفلات أيضا من أسماك الشوك. علينا الآن أن نتحرك بسرعة. هل أنتم سريعون؟ سريعون جدا. رائع. ضعوا أيديكم أمامكم هكذا وجدفوا جدفوا جدفوا. بسرعة بسرعة بسرعة. جدفوا جدفوا جدفوا. جدفوا أسرع. جدفوا جدفوا جدفوا. رو رو رو. تجديف رائع. لقد أفلتنا أيضا من سمك الشوك وعبرنا أيضا أعشاب البحر. إلى أين سنذهب الآن يا دورا؟ صخور، أعشاب، جوز الهند. نجحنا في عبور الصخور، صح، وعبرنا أعشاب البحر، صح. إذن التالي هو جوز الهند. Correct. The island of coconut. Where is the island of coconut? Is it rocks or coconuts? Yes, coconuts. Come on. علينا الآن الذهاب إلى الجزيرة لنساعد صديقنا بني. دورا، موزو. نحن جوز الهند. نحن جوز الهند. ساعدوني. لا، بيني لا يستطيع الوصول إلى قاربنا بسبب ثمار جوز الهند. يا هذه الثمار تتجه نحونا. نريد مساعدتكم. هذه الثمار تتحدث الإنجليزية. بالعربية نقول لا لجوز الهند وبالإنجليزية نقول No more coconut. هل يمكنكم قول No more coconut؟ رائع. قولوا No more coconut. أحسنتم. أعلى. No more coconut. أعلى أكثر. No more coconut. نعم، لقد استطعنا إيقاف تساقط الثمار تماما. لقد أجدتم الإنجليزية. هيا يا بني، اقفز هنا.
أشكركم على إنقاذي. You're welcome. هيا لنعود إلى نزهتنا. لقد أتوا، لقد أتوا. لقد نجحتم. لقد عدتم. الآن يمكننا بدء نزهتنا. أنا أحضرت جوز الهند. نعم، لقد أنقذنا بيني من جزيرة جوز الهند، وسنتنزه اليوم مع جميع الأصدقاء. شكرا لكم. نجحنا! 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 يا ودري! نجحنا! أبحرنا مع القراصنة إلى صخر المحيط. نجحنا! 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 هي! قلنا يا صنكر لا تصرف وقد سمع الكلام. نجحنا! 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 ورأينا سمك الشوك وعبرنا البحار وذهبنا للجزيرة وأنقذتموني. هي! نجحنا! 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 يا ودرت! نجحنا! نجحنا! هي! لقد كانت رحلة ممتعة اليوم. ما هو الجزء المفضل لديكم؟ أعجبني ذلك أيضاً. أفضل جزء أعجبني الإبحار بسفينة القراصنة. جزئي المفضل هو عندما أنقذنا بيني. ما كنا لنفعل هذا لولاكم. شكراً للمساعدة. Thank you. صخرة قوس قزح. نحن هنا لنرى قوس قزح. هل تحبون قوس قزح؟ وأنا أحب قوس قزح. هل ترون قوس قزح كبيرا في السماء؟ رائع، إنه قوس قزح كبير. تادا! It's beautiful. إنه قوس قزح جميل. هل ترون قوس قزح أكبر؟ هي نعم، أنا أراه. إنه أكبر من الآخر. انظروا إلي. الآن هيا نبحث عن أكبر قوس قزح على الإطلاق. أنا لا أرى قوس قزح آخر. هيا يا قوس قزح. هاي رينبو، أحتاج قوس قزح بسرعة. أولا، الشمس تحتاج قوس قزح بسرعة. هل ترون قوس قزح؟ نعم، هي هو. إنه يختبئ خلف الشلال الصغير. هاي يا قوس قزح. هاي رينبو. بعد إذنك. Excuse me. إن الشمس تحتاج إليك. نعم، الشمس تحتاج إلى قوس قزح كبير يمتد في السماء ليرى الجميع ألوانه الجميلة. أوه، لكنني لم أمتد من قبل في السماء حيث يراني الجميع. أنا خجول. وأنا أكون خجولة أحياناً. وأنا أيضاً.
هاي ريمبو، عليك أن تري الجميع ألوانك الجميلة، كل الناس ستحبك. ريلي؟ تظنني هذا؟ طبعاً، هيا أرنا ألوانك. حسناً. تادا! قوس قزح جميل، انظروا إلى ألوانه. هيا نتعرف على ألوانه، هيا قولوا معنا، ما هذا اللون؟ أحمر، صحيح، ريد. ما هذا اللون؟ أزرق، صحيح، بلو. ما هذا اللون؟ أخضر، نعم، جرين. ما هذا اللون؟ أصفر، أحسنتم، يلو. هاي رينبو، أنا لم أرى قوس قزح مثلك من قبل، أنت رائع. ثانكس لوت، لقد أسعدتماني. رينبو أسرع، يجب أن تأتي إلى جبل الأمطار على الفور. كم كويكلي، يجب عليك أن تمتد في السماء. أوه، أنا متحمس جداً، عملي الأول، عملي الأول. لكن علي أن أسرع بسرعة. علينا أن نعرف الطريقة لنصل إلى جبل الأنهار. ممن نطلب المساعدة حين نريد معرفة الطريق؟ الخريطة، صحيح، يجب أن تقولوا خريطة. قولوا ثانية. أنا خريطة، أنا خريطة، هو خريطة، هو خريطة، أنا خريطة. علينا أن نساعد ريمبو ليصل إلى جبل الأمطار. تعال بسرعة. لنصل إلى جبل الأمطار، أولاً علينا أن نعبر جسر القزم. أوه، وانتبهوا لأسئلته الصعبة. وبعدها تعبرون بحيرة ثعابين العطس. أتشو، أتشو. وبهذا تصلون إلى جبل الأمطار، حيث سيمتد ريمبو في السماء. إذن تذكروا، جسر، بحيرة، جبل الأمطار. قولوا معي، جسر، بحيرة، جبل الأمطار. جسر، بحيرة، جبل الأمطار. جسر، بحيرة، جبل الأمطار. إذن أخبر دورا أن تذهب أولاً إلى جسر القزم. أين سنذهب أولاً؟ جسر القزم، هذا صحيح. انظروا، هناك طريقان. دورا، كيف سنعرف أيهما هو الطريق إلى جسر القزم؟ أنا أعرف، أنا أعرف. هذا الطريق بلو، وهذا الطريق يلو. أي طريق منهما يؤدي إلى جسر القزم؟ بلو أور يلو، بلو أور يلو. أعرف، أعرف، بلو، هذا صحيح. رينبو، لقد عرفت الإجابة. Very good. رينبو، عندما تعرف الإجابة تقولها بوضوح. بلو، هذا رائع. Let's go. هيا نذهب إلى جبل الأمطار لنعيد رينبو للشمس حتى يمتد أمام الجميع. Colors. أقواس قزح بها كل الألوان، أحمر، أزرق، أخضر وأصفر. How beautiful. ورينبو، أخبرني ما هو اللون الصحيح. أزرق، بلو. أزرق، بلو. لو رأيتم شيئاً أزرق قولوا بلو. أخبرني ما هو اللون الصحيح. أخضر، green. أخضر، green.
أو شيئاً أخضر قولوا green. 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 رائع. هاي، لقد وصلنا إلى جسر القزم. قزم عجوز يعيش على الجسر. يا سيد قزم، يجب علينا أن نأخذ رينبو إلى جبل الأمطار بسرعة ليمتد في السماء أمام الجميع. هل يمكننا عبور جسرك؟ طبعاً، لو تمكنتم من إصلاحه. أوه! لتصلحوا جسري هناك طريقة واحدة، يجب أن تعرفوا الألوان جيداً. يجب أن نعيد القطع الملونة إلى أماكنها الصحيحة. انظروا، إنها مرتبة. green green blue blue green green blue blue. قولوا معنا green green blue blue green green blue blue green green blue. ما لون القطعة التالية؟ blue. قولوا معي green green blue blue green green blue blue. ما لون القطعة التالية؟ blue. هذا صحيح. لقد أصلحنا الجسر. عمل جيد، أنتم تجيدون الترتيب. رينبو أسرع أسرع. كم كويكلي. أسرعوا، يجب أن نعرف أين نذهب الآن. قولوا خريطة. أوه، عمل رائع. لقد عبرنا جسر القزم. صح، أين سنذهب الآن؟ البحيرة، بحيرة ثعابين العطس. أنتم محقون يا صغار. أتشو أتشو. أخبروا دورا، الآن ستذهب إلى البحيرة. أين سنذهب الآن؟ البحيرة. صحيح، بحيرة ثعابين العطس. أتشو أتشو. أظن أنني سمعت ثعابين العطس تعطس الآن. لكن انظروا، هناك ثلاثة طرق. هذا الطريق red، هذا الطريق blue، هذا الطريق yellow. أي من هذه الطرق يؤدي إلى بحيرة ثعابين العطس؟ red blue yellow. بلو. صحيح، لو عرفتم الإجابة قولوها بوضوح. أي طريق نسلك؟ بلو. صحيح. very good. هيا let's go. لنذهب إلى جبل الأمطار لنعيد رينبو إلى الشمس ليمتد في السماء أمام الجميع. colors أقواس قزح بها كل الألوان. تعلمنا الألوان بالإنجليزية. ورينبو أخبرني ما هو اللون الصحيح. أصفر يلو. أصفر يلو. لو رأيتم شيئاً أصفر قولوا يلو يلو. Thank you.
أحمر red. أحمر red. لو رأيتم شيئا أحمر قولوا red. red. رائع. أتشو أتشو. بحيرة ثعابين. نحتاج قاربا لنعبر البحيرة وبسرعة. هل ترون قاربا؟ نعم لقد وجدتم قاربا. ياه إن هذا القارب ينقصه لون. أي لون سنختار لندهن القارب؟ أحمر صحيح. قولوا red. red. الآن نحتاج إلى مجدفين لنحرك القارب. هل ترون المجدفين؟ نعم ها هما هناك. أولا المجدفين ينقصهما اللون أيضا. أي لون سنختار لندهن المجدفين؟ أصفر صحيح. قولوا يلو. يلو. الآن نحتاج سترة نجاة لايف جاكيتس حتى نكون بأمان. هل ترون سترة النجاة؟ نعم ها هي هناك. أولى سترة النجاة ينقصها اللون أيضا. أي لون سنختار لندهن سترة النجاة؟ برتقالي صحيح. لكن يا رينبو ليس لديك لون برتقالي. لدي فكرة جيدة. سنمزج الأحمر والأصفر. الأحمر والأصفر يكونان البرتقالي. We made orange. رائع. We made orange. أولا أسمع صوت الثعلب سنقر. هذا الثعلب المكار سيحاول سرقة قاربنا. إذا رأيتم الثعلب قولوا سنقر بصوت عال جدا. سنقر ساعدونا لنوقف سنقر. يجب أن نقول سنقر لا تسرق. سنقر لا تسرق. سنقر لا تسرق. سنقر لا تسرق. زواغين. لقد أوقفنا سنقر. رينبو أسرع، يجب أن تأتي إلى هنا حالا. هيا بنا. أتشو أتشو. دورا ماذا سنفعل لو قابلنا ثعبانا من ثعابين العطس؟ سيتوجب علينا أن نجدد. أتشو أتشو أتشو. بسرعة. أتشو أتشو أتشو. جدي أتشو أتشو أتشو. نجونا بصعوبة. علينا أن نعرف أين سنذهب الآن. قولوا خريطة. أنتم تعرفون الألوان جيداً. الأصفر والأحمر يكونان اللون البرتقالي. عمل جيد. لا لقد عبرتم جسر القزم. صح. وعبرتم بحيرة ثعابين العطس. صح. أين سنذهب الآن؟ الجبل صحيح. جبل الأمطار. إذن أخبروا دورا الآن سنذهب إلى جبل الأمطار. أين سنذهب؟
نذهب الآن. جبل الأمطار، علينا أن نجد جبل الأمطار. لكن انظروا، هناك طريقان، علينا أن نعرف أي طريق منهما يؤدي إلى جبل الأمطار. هذا الطريق لونه green وهذا الطريق لونه red. أي طريق سنختار؟ green red. green. لو عرفتم الإجابة قولوها بوضوح. أي طريق سنختار؟ green. صحيح. very good. أسرع يا ريمبو، هاري. أنا آت يا مستر سون. كيف سنصل إلى هناك في الموعد؟ أنا أعلم، انظروا إلي. هاي ريمبو، حان الوقت كي تمتد في السماء. لكن يا دورا، بعد هذه الرحلة الطويلة، رينبو لا يبدو لامعاً أبداً. ليعود رينبو لامعاً ويبدو في أبهى صورة له، يجب علينا أن نساعده. وبسرعة. وهذه هي مهمة النجمات المستكشفة. لننادي النجمات، قولوا ستارز. سليبروني سيساعد رينبو ليعود نظيفاً ولامعاً. نحتاج مساعدتكم. حكوا أيديكم معاً لنكون فقاقيع صابون. حكوا أيديكم. حكوها 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 حكوها. حك جيد. يا رينبو، لقد أصبحت نظيفاً ولامعاً. شكراً على المساعدة. رينبو، هل أنت مستعد لتمتد في السماء؟ نعم، أنا لم أعد أشعر بالخجل. تمنوا لي النجاح. هيا يا رفاق، هيا نتمنى لرينبو الحظ السعيد. قولوا Good luck. Good luck. Thank you. رينبو مستعد ليمتد في السماء للمرة الأولى. حسناً يا رينبو، يجب أن تكون في أكبر حجم لك على الإطلاق. يجب على رينبو أن يمد نفسه في السماء. هل ساعدتم رينبو ليمد نفسه في السماء؟ رائع. ضعوا أيديكم في الهواء وحاولوا أن تمدوا أذرعكم كقوس قزح. مدوا مدوا مدوا. أوه، جميل. يا رينبو، لقد قمت بعمل رائع جدا. هيا لنغني لقوس قزح. The colors أقواس قزح بها كل الألوان، أحمر أزرق أخضر وأصفر. How beautiful. The colors أقواس قزح بها كل الألوان، وتعلمناها بالإنجليزية. تساعدني يا الألوان، يبهجني قوس قزح، ألوانه تملأ حياتي. The colors, the colors. غنوا معنا. The colors, the colors. ساعدنا قوس قزح ليمتد في السماء. نجحنا نجحنا نجحنا. وعبرنا جسر القزم وتعلمنا الألوان. نجحنا 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 نجحنا. تعلمنا كل الألوان بالإنجليزية. تعرفون الألوان؟ قولوا بصوت عالي. بلو جرين يلو. لقد كانت رحلة ممتعة اليوم. ما هو لونكم المفضل؟
لون رائع. لوني المفضلان هما الأحمر والأصفر. لوني المفضلان هما green and blue، الأخضر والأزرق. ما كنا لنفعل هذا لولاكم. شكراً للمساعدة. Thank you. سليبروني. ساعدوا سليبروني ليجد النجمات الستة. عدوا معه بالإنجليزية. 1 2 3 4 5 6. عد جيد. هل أنتم مستعدون؟ هيا يا دورا فلنذهب. حسنا. أنا موزو. نحن نشاهد الفضاء الخارجي. دورا، هل تعتقدين أن هناك من يعيش بالفضاء؟ لا أعرف يا موزو. أريد أن أقابل أي مخلوق صغير من الفضاء. هل تريدون أن تقابلوا مخلوقا صغيرا من الفضاء؟ وأنا أيضا. ما هذا؟ لا أعرف. هل ترون شيئاً يطير في السماء؟ واو! أعتقد أنها مركبة فضاء. إنها تهبط إلينا. واو! مخلوقات فضائية صغيرة. Hello, I am Dora. مرحبا، أنا موزو. دورا، موزو، مرحبا. أهلا. What are your names? ما هي أسماءكم؟ أنا فرانكي. أنا إنكي. أنا فرانكي. وأنا آل. سعداء لمقابلتكم. هل هذا بيتكم؟ هل تعيشون في الكوكب البنفسجي؟ البيت 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 البنفسجي. الكوكب البنفسجي هو بيت المخلوقات، ويريدون العودة إلى بيتهم. يا لا! مركبة الفضاء تحطمت. انظري، إنهم تعساء جدا. آل يبكي. لا تقلقوا، سنساعدكم لتعودوا لبيتكم. أعدكم. ولكن يا دورا، كيف نصل للكوكب البنفسجي؟ ممن نطلب المساعدة حين نريد معرفة الطريق؟ الخريطة. الخريطة، صح. أوه، خريطة، 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 خريطة. هل اطلعتم على الخريطة وأرشدتمونا كيف نعيد المخلوقات لبيتها؟ يجب أن تقولوا خريطة. خريطة.
المكان الذي يظهر لكم على الطريق يدلكم ما هو اسمي؟ خريطة. قولوا ثانية. خريطة. من الذي يدلكم وفي الطريق مرافق لكم ما هو اسمي؟ خريطة. قولوا ثانية. خريطة. أنا خريطة. أنا خريطة. هو خريطة. هو خريطة. أنا خريطة. دورا وموزو يريدان أن يسافر في الفضاء ليعيد فلينكي وإنكي وكلينكي ودينكي وآل إلى بيتهم على الكوكب البنفسجي. أنا أعرف الطريق للكوكب البنفسجي. أولاً تمرون بالطريق الأبيض، ثم تعبرون صخور الفضاء، وهكذا تصلون للكوكب البنفسجي وتعيدون فلينكي وإنكي وكلينكي ودينكي وآل إلى بيتهم. إذن تذكروا: طريق أبيض، صخور، كوكب بنفسجي. قولوا معي: طريق أبيض، صخور، كوكب بنفسجي. 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 أين نذهب أولا؟ الطريق الأبيض. صح، يجب أن نجد الطريق الأبيض. Where is it؟ أين الطريق الأبيض؟ صح، ها هو هناك. أبيض أبيض. ياه، ولكننا نحتاج إلى صاروخ كبير لنصل إلى هناك، وليس لدينا صاروخ كبير. لا صاروخ فضائي. هل ترون أي صاروخ فضائي؟ أين؟ رائع. انظروا، إيسا لديها صاروخ فضائي جديد. إيسا، إيسا، هل يمكن أن نستعير صاروخك الفضائي؟ أمر مهم جدا. بالتأكيد يا موزو، ولكن أنت ودورا يجب أن تلبسا بدل فضاء حتى تكون بأمان. عندي بدل فضاء بحقيبتي. هل بحثتم في حقيبتي عن بدل الفضاء؟ يجب أن تقولوا حقيبة. أعلى. حقيبة الظهر، حقيبة الظهر. هلو مكتشفي الفضاء، عندي أشياء كثيرة. نريد بدلة فضاء لدورا وموز. نريد بدلة فضاء لدورا. نعم، ها هي. نريد بدلة فضاء لموزو. Yes, there it is. بحث جيد. Very good. Yum 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 yum. Delicious. البيت البيت البيت. حزام الأمان. حتى نكون بأمان. مستعدون لننطلق في الفضاء الخارجي. لننطلق يجب أن نعد عداً تنازلياً من 10. هل تعدون عداً تنازلياً معي؟ رائع، ابدأوا بعشرة. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. انطلق. طريق أبيض، صخور، كوكب بنفسجي. طريق أبيض، صخور، كوكب بنفسجي. كوكبة،
كوكبة. مجموعة نجوم تشكل صورة. هيا ننظر للكوكبة. هل ترون الكوكبة الأسد؟ نعم، ها هي. هل ترون الكوكبة السلحفاة؟ هل ترون الكوكبة الدجاجة؟ هي، وجدناهم كلهم. بحث جيد. ما هذا؟ إنه أبيض كالحليب. لقد وصلنا للطريق الأبيض، ولكن الطريق الأبيض غير واضح، ولن نرى إلى أين نذهب. كيف سنكمل الطريق للنهاية؟ لا تخافوا، أنا أدلكم على الطريق، فقط اتبعوا الأرقام ووصلوا النقاط. لنعبر الطريق الأبيض يجب أن نتبع الأرقام ونوصل النقاط. أين رقم واحد؟ صح، هناك. أين رقم اثنين؟ صح. يا ترى ماذا ستكون هذه الكوكبة؟ هيا نرى. أين رقم ثلاثة؟ صح. أين رقم أربعة؟ نعم. أين رقم خمسة؟ نعم. أين رقم ستة؟ نعم. لقد وصلنا كل النقاط. انظروا، ما هذا؟ دب لعبة. صح، كوكبة دب لعبة. لتعبروا الطريق الأبيض اذهبوا من هنا. Thanks Teddy Bear. You're welcome. أين نذهب الآن يا دورا؟ الطريق الأبيض، صخور، كوكب بنفسجي. لقد عبرنا الطريق الأبيض. إذن التالي هو صخور. صح، صخور الفضاء. إذن نريد أن نجد صخور الفضاء. Where is it؟ أين صخور الفضاء؟ صخور صخور صخور. هيا، let's go. هيا نعد إنكي دينكي فلينكي كلينكي وآل بيتهم. طريق أبيض صخور، كوكب بنفسجي. طريق أبيض صخور، كوكب بنفسجي. كواكب كواكب أحمر وأزرق، هيا نبحث عن ألوان أخرى. هل ترون كوكبا ببقع خضراء؟ نعم، ها هو. هل ترون كوكبا بحلقة برتقالية؟ نعم، ها هو. هل ترون كوكبا بخطوط خضراء؟ Yes, there it is. بحث رائع. نحن نسبح في الهواء. يا دورا، أعتقد أن آل جائع جداً.
أكيد هناك علامة تدلنا على مكان الأكل. هل ترون صورة أكل على أحد هذه الأبواب؟ نعم هناك، إنها صورة تفاحة. هذا أكيد هو باب الأكل. واو! هل يمكن أن تجد برتقالة لدينكي؟ هل يمكن أن تجد سجق طائر؟ هل يمكن أن تجد كعك الفضاء؟ نعم، ها هو هناك. لكنهم يتحركون بعيداً هناك. نعم، ويسبحون بعيداً جداً. يجب أن نسبح في الفضاء إلى الكعك. هل تسبحون معنا في الفضاء إلى الكعك؟ رائع! ضعوا أيديكم أمامكم و... اسبحوا 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 اسبحوا! أمسكناهم! سباحة رائعة! كعك فضائي لذيذ. يامي 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 يامي. ما هذا؟ إنه مذنب. أتمنى لو نركب على هذا المذنب. المذنب سريع جدا جدا. فكرة رائعة! يمكن أن نستخدم صياد المذنب ليصطاده، وهكذا سنصل بسرعة شديدة. نحتاج لمساعدتكم لنمسك بالمذنب. هل ساعدتمونا في الإمساك بالمذنب؟ رائع! ضعوا أيديكم في الهواء وأمسكوا المذنب. أمسكوا أمسكوا أمسكوا! أمسكتم به! هي! لقد أمسكنا المذنب! الآن سنحصل على توصيلة سريعة! واو! كان هذا ممتعاً! وانظروا! لقد وصلنا المذنب إلى صخور الفضاء! صخور الفضاء! نحتاج لمساعدتكم حتى لنرتطم بأي صخرة فضاء. صاروخ الفضاء يتحدث الإنجليزية. لنقول للصاروخ فوق، نقول أب. هل يمكن أن تقول أب؟ أعلى! أب! صاروخ الفضاء سمعكم وصعد لفوق. يا لا! صخرة فضاء أخرى. قولوا أب! الصاروخ الفضائي صعد لفوق. يا لا! صخرة فضاء أخرى. قولوا معنا! لقد عبرنا صخور الفضاء. شكراً لقولكم أب! أين نذهب الآن يا دورا؟ طريق أبيض، صخور، كوكب بنفسجي. لقد مررنا من الطريق الأبيض وعبرنا من الصخور الفضائية. إذن التالي هو... الكوكب البنفسجي. صح، الكوكب البنفسجي، الكوكب البنفسجي. نريد أن نجد الكوكب البنفسجي. أنا أرى العديد من الكواكب. هل يمكن أن تجد الكوكب البنفسجي؟ البيت البيت البيت. يا ديريز، لقد وجدتم الكوكب البنفسجي. هيا نعد فلينكي دينكي كلينكي إنكي وآل إلى البيت. ماذا حدث؟
ياه ليه؟ لقد نفدت البطارية. يجب أن نضع بطارية جديدة. بطارية 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 سيضعون البطارية بالخارج. هذا صوت الثعلب سانكار. هذا الثعلب المكار سيحاول سرقة البطارية. ولكن لحظة، كيف لسانكار أن يكون بالفضاء الخارجي؟ أهو هناك؟ هل ترون سانكار؟ نعم، ها هو هناك. يجب أن نقول سانكار لا تسرق. سانكار لا تسرق! سانكار لا تسرق! سانكار لا تسرق! سانكار يعود ثانية للأرض! شكراً للمساعدة في إيقاف سانكار! الآن نحن مستعدون لنعد فلينكي إنكي دينكي كلينكي وآل إلى بيتهم! شيء بنفسجي. هيا يا موزو، يجب أن نوصلهم إلى بيتهم. وكأننا نسبح. الكوكب البنفسجي لطيف. أين مكان بيتكم؟ هل ترون بيت المخلوقات الصغيرة؟ نعم، ها هو هناك. البيت. هيا بنا. والطريق الأبيض. نجحنا. لقد كانت رحلة ممتعة بالفضاء الخارجي. ما هو الجزء المفضل لديكم؟ أعجبني ذلك أيضاً. جزئي المفضل هو حين ركبنا المذنب. جزئي المفضل هو حين عاد فلينكي إنكي دينكي كلينكي وآل إلى بيتهم وقابلوا أصدقائهم. ما كنا لنفعل هذا لولاكم. شكراً للمساعدة. ثانكس. انظروا، إنها نجمة صغيرة. حاولوا أن تجدوا النجمة. انا هنا. هاي. انا هنا.
وجدتني. Kids, come on. Hi, I'm Dora. وأنا موزو. نحن في مغامرة مع جراندما. Hello. هل تحبون المغامرات؟ نحن نحب المغامرات. اليوم سوف نبحث عن غابة المغامرات. Yes, غابة المغامرات مكان مميز جدا ومليء بالأحداث الممتعة أيضا. جراندما كانت تذهب هناك عندما كانت صغيرة، أهذا صحيح؟ يس دورا، اعتدت الذهاب للغابة طوال الوقت. I love it. أنا وأصدقائي كنا نحب اللعب بألعاب غابة المغامرات، ولكن أفضل مكان لدي كان لعبة القطار السريع. يس شور. لم أذهب إلى غابة المغامرات منذ وقت طويل جداً جداً، لكنني دائماً أتشوق لركوب القطار السريع ولو لمرة واحدة. حسناً يا جراندما، سوف نجده. آه أنت على حق ماي دير، أنا أتذكر جيداً مدخل الغابة، كان بالقرب منها ثلاث زهرات حمراء. هل ترون ثلاث زهرات حمراء؟ أين؟ إنها هناك، هذا رائع. Oh, you found it. Oh, yes. It's the door. The door. هيا افتح 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 افتح. موزو، إن الباب يتحدث الإنجليزية، ماذا علينا أن نقول؟ Open door. هذا صحيح. Very good. نعم، بالعربية نقول افتح الباب، بالإنجليزية نقول open door. قولوا open door. أعلى open door. لقد فتح، فتحنا الباب. Come on kids, come on. هيا بنا إلى غابة المغامرات. أهلا أهلا، سعدنا بقدومكم. الغابة ترحب بكم، فاستمتعوا بوقتكم. نفتقدك 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 حقا. مرحبا بالجدة، سعدنا بك. افتقدتكم كثيرا. أريد أن ألعب في الغابة. وأنا ستسعد بكل الألعاب هنا. رائع، ماذا عن لعبة الأحصنة؟ إنها ممتعة للغاية. وأريد أن ألعب بالقطار السريع. وأنا أيضا. أهلا أهلا، سعدنا بقدومكم. يسعدنا أن نمتعكم باللعب هنا في الغابة. لذا سنقول لكم قبل أن تتركونا، كل الألعاب في الغابة الآن. كل الألعاب في الغابة الآن. كل الألعاب في الغابة الآن. أصبحت نائمة. نائمة؟ أوليه، وكيف سنلعب الآن؟ كنت أتشوق للعب بالقطار السريع. هل هناك طريقة لإيقاظهم؟ هل توجد طريقة؟ Yes, tell us. بالطبع بالطبع بالطبع. هناك شيء هناك شيء هناك شيء.
إذا قلتم good morning. إذا قلتم good morning. إذا قلتم good morning. ستوقظناهم ستوقظناهم. نستطيع إيقاظهم. نستطيع إيقاظ كل الألعاب. نعم نعم. Of course, my dear. أنت لا تعرفين كم هي رائعة لعبة القطار السريع. أنا متحمسة لأخذك إلى هناك. وأنت أيضاً يا موزو. هيا لنذهب إلى لعبة القطار السريع الآن. ولكن كيف سنذهب إليها؟ ممن نطلب المساعدة حين نريد معرفة الطريق. الخريطة. صحيح، يجب أن تقول خريطة. قولوا خريطة، قولوا خريطة. للذهاب لأي مكان سأوصلك بأمان. أنا خريطة. خريطة. أنا خريطة. خريطة. لو أردت أي طريق سأرشدك يا صديق. أنا خريطة. خريطة. أنا خريطة. خريطة. أنا خريطة. أنا خريطة. هو خريطة. هو خريطة. أنا خريطة. أوه، إن الجدة تحب جدا لعبة القطار السريع. أنا متحمس للعبها أيضا، وسنساعدها لكي تصل. أولاً يجب أن تركب قارب النهر، ثم عليها أن تعبر الشجرة المتأرجحة، وبهذا ستصل إلى لعبة القطار السريع. ولكن سوف نحتاج إلى إيقاظ كل الألعاب التي ستقابلنا. تذكروا، نهر، شجرة، لعبة القطار السريع. قولوا معي، نهر، شجرة، لعبة القطار السريع. نهر، شجرة، لعبة القطار السريع. نهر، شجرة، لعبة القطار السريع. إذن أخبروا دورا أولاً أن تذهب إلى النهر. إلى أين سنذهب أولاً؟ النهر. صحيح، قارب النهر. للوصول إلى قارب النهر، هل نسلك طريق الشجرة القرمزية أم الشجرة البرتقالية؟ صحيح، القرمزية. هيا علينا أن نصل إلى لعبة القطار السريع لكي نستمتع بالقطار السريع مع جدتي. كمان كيدز كمان. إن ألعاب الغابة أصبحت نائمة، لم يأتي أحد إلى هنا من وقت طويل. لنوقظ اللعب لتسعد بنا ونسعد بها. هيا بنا هيا. يجب علينا أن نوقظ كل الألعاب بقول Good morning. قولوا معنا Good morning. إنه طريق النهر. لقد سرت فيه عندما كنت فتاة صغيرة، وسبحنا فيه كثيرا. جيد جدا، ولكن كيف سنعبر هذا النهر الآن؟ علينا أن نبحث عن قارب. هل ترون قاربا؟ ها هو، ها هو. نعم، نستطيع ركوب هذا القارب. هيا بنا. يجب علينا أن نوقظه. نوقظه. قولوا Good morning, boat. آلي. Good morning, boat. No, no. Readers. استنوا.
استيقظ القارب. أنا سعيد لأنكم أيقظتموني. أنا أسعد بتوصيل الأصدقاء. هيا صعدوا، بليز بليز. سترات النجاة حتى نكون بأمان. يا سنسير في نزهة طويلة. هيا بنا نسرع. شكراً شكراً. ثانكس. لا يا دورا، نحن نتجه إلى النفق، ولكن هذه الأفرع منخفضة جداً. علينا أن نخفض رؤوسنا إلى الأسفل لكي لا نعلق بالأفرع. اخفضوا رؤوسكم هكذا، اخفضوا رؤوسكم و اخفضوا 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 اخفضوا. يوجد نفق آخر. يس ماي دير، وهناك شجيرات في طريقنا. أصبح النفق ضيقا جدا. موزو، يمكننا السير خلال النفق إذا قمنا بالانكماش قليلا. ضعوا أيديكم على أجسامكم و انكمشوا 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 انكمشوا. واو شلال. إنه أفضل لعبة مياه لعبتها. Another tunnel. علينا أن نميل الآن لكي نعبر النفق. استعدوا للميل و ميلوا هكذا. ميلوا 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 ميلوا. هيا بنا نسرع. ركبنا قارب النهر. ألم أقل لكما أن غابة المغامرات رائعة؟ ها؟ يس جراندما يس. هذا صحيح. إلى أين سنذهب الآن يا دورا؟ نهر، شجرة، لعبة القطار السريع. لقد عبرنا النهر الآن، صح؟ إذن التالي هو الشجرة. صحيح، الشجرة المتأرجحة. للوصول إلى الشجرة المتأرجحة، هل نسير في طريقي؟ The pink flowers or the yellow flowers? Correct! The yellow flowers! هيا، علينا أن نصل إلى لعبة القطار السريع لكي نستمتع بالقطار السريع مع جدتي. Come on, kids, come on! علينا أن ننقذ كل الألعاب بقول Good morning. غنوا معنا. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. لننقذهم نقول Good morning. Good morning. الشجرة المتأرجحة، إنها تنقلك من جانب إلى آخر. The tree is sleeping. علينا أن ننقذها. ننقذها. قولوا Good morning tree. أعلي. Good morning tree. رائع، لدينا زائرون. يا جوز، هل ترون الزائرين؟ يا أيها الزائرون رؤيتكم. ادخلوا سلتي وأنا سوف أنقلكم إلى الجانب الآخر. اقفزوا يا زائرون اقفزوا. كمان دورا، كمان موزو. إنه ثقيل، ثقيل جدا. علي أن أجعل نفس الوزن في السلتين لكي أستطيع التأرجح. عندما تصبح السلتين متزنتين سيكون السهم في المنتصف. هيا بنا نستطيع المساعدة. هيا هيلب. رائع.
هل السهم يشير إلى المنتصف؟ لا، نريد المزيد من الجوز. المزيد مور نات. أصبح الجانب الآخر مليئاً بالجوز. هل السهم يشير إلى المنتصف؟ لا، علينا أن ننقص الجوز. جوز أقل. هل السهم يشير إلى المنتصف؟ كوركت. هل أصبح الجانبين متساويين؟ رائع، شكراً للمساعدة. نعم، يمكننا الآن أن نتأرجح. قد عبرنا الشجرة المتأرجحة. Wonderful. Thanks for helping. إلى أين سنذهب الآن يا دورا؟ نهر، شجرة، لعبة القطار السريع. لقد عبرنا النهر، صح، وعبرنا الشجرة المتأرجحة، صح. إذن التالي هو لعبة القطار السريع، صحيح. هل لعبة القطار السريع ناحية The red balloons or blue balloons. The red or blue. Yes, the red. هيا علينا أن نصل إلى لعبة القطار السريع لكي نستمتع بالقطار السريع مع جدتي. Come on kids, come on. انظرا، إنها لعبة القطار السريع. ولكن كيف سنهبط إلى الأسفل؟ Kids, look, look, دورا، موزو، يمكننا أن نستخدم الحبل لنصل للقطار السريع. ياه، هذا الصوت يشبه صوت سنقر. هذا الثعلب المكار يحاول دوما سرقة أشيائنا. How naughty. إذا رأيتم سنقر، قولوا سنقر. هل رأيتم سنقر؟ أين؟ Where is سنقر؟ يحلق بالزهرة المروحية؟ وما الزهرة المروحية؟ إنها هذه. يا دورا، إنه يحاول سرقة مقابض الحبل. نحتاج للمساعدة لنوقف سنقر. عليكم أن تقولوا سنقر لا تسرق. قولوا معنا. سنقر لا تسرق. سنقر لا تسرق. سنقر لا تسرق. زوغين. لقد أوقفنا سنقر. هيا لنصل للعبة القطار السريع. هيا استعدوا لتهبطوا معنا. قولوا وي. قولوا وي. 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 Come on, kids. Look, إنها صخور لعبة القطار. علينا أن نوقظ القطار. لنوقظ صخور لعبة القطار نقول Good morning, rocks. Good morning, rocks. مجدداً Good morning, rocks. واو، إن عربات القطار ما زالت نائمة. قولوا أعلى. Good morning, rocks. Good morning. لقد نمت لمدة طويلة جدا. قرد صغير وفتاة. أنا أتذكرك. كنت من محبي لعبة القطار السريع. نعم، ولقد أحضرت دورا وموزو لكي يركبوا القطار. يا حسناً، اصعدوا ماي فريندز. سنركب لعبة القطار السريع. إيه.
أتصدق أنني أركب لعبة القطار السريع. إنها تماماً كما كانت. هيا بنا ننطلق. وي 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 وي. لقد أوشكنا على الانتهاء. نعم، وهذه الصخرة ستلتقط لنا صورة. سمايل، ابتسموا وقولوا هي هي سمايل. بيرفكت. وي رائع. ركبنا لعبة القطار السريع مع جراندما. فلنركبه مجدداً. هيا هيا. نجحنا 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 نجحنا. يا يا ويدريت نجحنا. قمنا بمغامرة في وسط الغابات. نجحنا نجحنا نجحنا. سرنا في النهر الكبير وعبرنا الأنساق. نجحنا نجحنا نجحنا. أوقفنا سنقرة قبل أن يسرق مقبض الحبل. ثم نزلنا على الحبل لذا وصلنا إلى القطار. نجحنا نجحنا نجحنا. يا يا ويدريت نجحنا نجحنا. لقد استمتعنا معكم اليوم جداً في غابة المغامرات. ما هو الجزء المفضل لديكم؟ أعجبني هذا أيضاً. جزئي المفضل هو ركوب لعبة القطار السريع مجدداً. جزئي المفضل عندما تأرجحنا على الحبال. جزئي المفضل عندما خرجت في مغامرة مع جراندما. وأنتم؟ إننا متحمسون للعودة مجدداً. ما كنا لنفعل هذا لولاكم. شكراً للمساعدة. Thank you.